يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أو القناة الإخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب، كما يمكنكم التفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار. البليدة فقط حكيم، نشاهد الصور ثم نعود لاستكمال بقية أخبارنا الرياضية مع الزملاء. كما نشاهد في هذه الصور للهاوي الحريق الذي شب بمطقنة طيب العقبي ببلدية بوغارة ولاية بوليدة. حسب ما تسرب لتلفزيون النهار من معلومات أولية، فإن الحريق نجم عن تراشق التلاميذ بالألعاب النارية معروفة في الوسط الرياضي باسم الفيميجان التي تستعمل في المدرجات يعني الملاعب. سارعت الأجهزة الأمنية وأعوان الحماية المدنية للتدخل لإخماد الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من المطقنة. حكيم، فقط في الأونة الأخيرة نلاحظوا أنه فيه موضة جديدة في مدارسنا، أنه تلاميذ يعملوا كاراكاج هكذا في وسط الأمور لم تقتصر هارون ربما على في الملاعب، ولكن الأمر أمس في مدرسة هنا هارون في براقي، أعتقد في شفنا صور عبر الفيسبوك. نعم، في براقي. نعم طبعا، ونقلت هنا أيضا لأول مرة، واليوم أيضا في مدينة بوغارة. حديث أصبح الآن مكرر في الفترة الأخيرة، ما يدعو أيضا للتساؤل. حسب معلومات التي بحوزتي، التلاميذ في نهاية الموسم هكذا الدراسي، لأنه اقتربنا من نهاية الموسم الدراسي، يحاولوا يعني يقوموا بعمل كما يقولوا هما عمل بطولي يعني، ويتفخروا به عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. هذه نتائج أنت ترى على الصورة. طبعا نتائج أمس ونتائج اليوم، والصور كانت أيضا كنا نشوفها في الملاعب فقط، ولكن اليوم الآن في هذه الخسائر الكبيرة مثل ما نتابعها زميل هارون. لا أعلم هل نحتاج للشرطة يعني في مداخل المدارس لتفتيش تلاميذ؟ صعب جدا، لازم واحد دراسة على كل من الفيميجان يعني من الملاعب تنتقل إلى المدارس. حكيم القروس، أعجبك الفيديو؟ سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة.